نطلع فاصل، تعالوا نشوف محاكمة المتهمين بالتحرش الجنسي في ميدان التحرير. وعايز أقول لكم هتبقى دايما كل الوسائل اللي هيقوم بها الدفاع عن المتهمين هي محاولة تشويه سمعة البنات، يعني في عملية اغتصاب تانية للضحايا. تم اغتصابهن في ميدان التحرير ويتم اغتصابهن الآن أيضا في المحكمة. ابني جاي من شغله مزقوه على حزان الحكومه، مزقته وجريت وراه وقاعد يضرب في الام، وراحوا مسكنه وضربوه وخدوه في القسم. وهو ابني مظلوم ما يعرفش اي حاجه خالص في اي حاجه، عنده 17 سنه ما عندوش اي حاجه، ولا عمره راح القسم ولا عمره راح هنا ولا هنا، ومظلوم مظلوم وخالص ومالوش في اي حاجه. انا عايز العدل بس بتاع ربنا، لو عمل كده همت عليه بالاعدام، واثبتوا له ان هو عمل كده، وفي سي دي مصور مش طالع فيه، فحرام الظلم، حرام الظلم والله. انا عايز اقول بس للقاضي اللي ماسك القضيه ان هو يصدر في الصحف القوميه عن كل اللي شاهد واقعه التحرير واقعه التحرش في ميدان التحرير او عنده اي فيديوهات ينزل يقدمها للمحكمه. في اتنين تعرفنا عليهم ومفيش حد مظلوم، عشان لو حد فاكر ان في اي حد مظلوم ومفيش حد مظلوم خالص. احنا متعرفين على اتنين وفي فيديوهات نازله، والناس دي جايه فيديوهات وجايه تحريات اكتر من ثلاث جهات. النهارده في مفاجاه حلوه قوي، ان اتضحت ان المجني عليها اللي هي بالتحديد عامله كشف طبي في مستشفى جامعه القاهره ومؤرخ في 7/6، اي قبل الواقع، قبل حدوث الواقع بيوم. فدي مفاجاه النهارده تبقى للمحكمه ان شاء الله. انا طبعا ما اقدرش اعقب على حاجه زي كده، لان في محامين المجني عليها بنفسها اللي تقول حاجه زي كده، بس انا بقول يعني ممكن نرجع لملف الدعوه، القضيه نفسها في حوزه رئيس المحكمه، ونشوف التاريخ ده فعلا التاريخ 7/6 ولا ممكن يكون خطا مطبعي او حاجه. وانا ارجح انه ممكن يكون خطا مطبعي، لان ده تقرير طبي صادر من دكتور متخصص في الطب الشرعي، واكيد ان هو موضوع يوم 8/6 مش 7/6. احنا طلبنا ان احنا نضم السجل اللي هو في المستشفى ونجيب الدكتور اللي كشف عليها عشان خاطر نشوف اذا كانت الواقعه فعلا حصلت يوم 7 زي ما الكشف الطبي اللي في القصر العيني تم، ولا يوم 8 زي ما هي قالت. فاحنا مش عارفين، يعني في تناقض، وتم تأجيل القضيه يوم 3 الجاي ان شاء الله. نتمنى ألا تضيع حقوق الضحايا التي تم اغتصابهن في ميدان التحرير، لأنه للأسف شفنا في التقرير اللي فات اللي عرضناه من يومين كان في محاولة للطعن في سمعة إحدى الضحايا، وهتلاقوا فيه لعب في بعض المستندات وفي بعض الأخطاء المطبعية بهذا الشكل. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هندخل في الجزء الثاني.